السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عندنا كرفان جايكو موديل 2023 من شركة جايكو جي فيذر 171 بي اتش. طبعا هذا الموديل جديد، الجيك الأمامي اوتوماتيك، سلندرين غاز 30 باوند مع الغطاء، محور واحد، مظلة اوتوماتيك مع شريط ال اي دي، مقبض عند الباب، سلم في الخلف، عجلة إضافية، الجيكات أربع جيكات أسفل الكرفان النوعية الجديدة، باب جانبي ممكن تخزن فيه الأغراض. طبعا الكرفان أوف رود، عجلات ألوي ويلز، عجلات حجرية، شاور خارجي، صخان النوع الجديد، درج عتبتين. من الداخل سرير مزدوج على اليمين، طاولة طعام تحول إلى سرير، تصرف الخلف اثنين فوق بعض، المطبخ، المغسلة، طباخة ثلاث شعلات، مايكرويف، شفاط، ثلاجة 12 فولت، دورة المياه مع المغسلة والمسبح، نظام طاقة شمسية، مكيف من السقف، أيضا مروحة، نظام جايكو كوماند عن طريق التلفون، نظام السخان الجديد. هذا الكرفان جاي معاه تلفزيون،